فروج، لكن هو مش لذيذ خالص. انا اكيد مش هقول رشدي برضه. نو واي. لو شلتها مش هيحصل حاجه عادي. جماعه انا اكتر واحده كنت واخد وقت في التجهيز عشان فيجوال افكتس والحاجات دي. احنا الثلاثه يعني ما عندناش الحته انك تلطع الكرو وتلطع الناس وريكو كانت بتقعد مثلا 3 ساعات عشان تحضر للشخصيه، كانت بتتعب جامد قوي في الميك اب. لا هي لازم اقول انك لازم اقول انا كنت بتعوق شويتين بس تمام قشطه. هو كان بيشرب شاي. هو ما بيشربش شاي وقهوه. لا بجد بس انت شوف الاجابه اللي انت عايز تاخدها. انا معانا ده ومعانا ده. ما بشربش شاي وقهوه كتير يعني. أيوة. مش لازم تشرب كده بس في اللوكيشن. بحب اشرب شاي بالنعناع في اوقات معينه مش كتير. انا عن نفسي مثلا بجيب النسكافيه بتاعي معايا في البيت يعني. هم كلهم عارفين انه لازم اجيب مثلا علبه نسكافيه لانه جايب المطبخ بتاعها معايا. بشرب قهوه كتير ولازم اشربها بالطريقه اللي انا بحبها. هو انا ونردين كنا مقضينا طعميه اكتر. يا صح صح يا ريكو اكتر من شاي وقهوه. تليفونه هو انتوا ليه بتبصوا لي انا كل مره ما تجاوبوا وانا هاخد معاكم يعني. انا مخدتي وكنا بنصور طبعا في البرد القارس فكان معايا غطا ومخده. ريكو انا ممكن اتكلم عنها. انا يعني بسيطة انا خالص انت ما انا علشان فيش. الموضوع الميك اب خاص قوي في المسلسل ده فكان عامل لي شويه يعني بحب اطمن كل شويه على حواجبي وحاجات كده فكنت يعني بركز مراية. فبخلي بالي من المرايه عشان اطمن ان عشان الميك اب كان لو حته ساحت هيبقى شكل يعني شكل غريب. تعملوا ايه؟ لا احنا غالبا في المسلسل ده كلنا كنا بنتكلم مع المؤلف كتير. يعني ده كان الطقوس في كل مشهد ان احنا بنتكلم مع المؤلف. استاذ تامر ممكن لو سمحت يا استاذ تامر. ده كان طقس عام للمسلسل كله انه تامر ابراهيم لازم يكون موجود في اللوكيشن. شمس تمشي وشمس مش لا معلش شويه شويه قلب بسرعه. انت هتقعد تفكر في الكلام قبل ما تقوله. شمس تمشي وشمس مش مسا. شمس خلاص خسر. شمس تمشي وشمس مش شمس. يلا خش بقى بص مجمع اللغة وكله هيتكلم. شمس تمشي شمس مش مسا. شمس تمشي شمس مش مسا. شمس تمشي شمس مش مسا. انا اللي كسبت. ايه اللي انت قلتيه ده؟ ايه اللي قلت على فكره؟ عبد الحليم حافظ يعني اكيد طبعا. عبد الحليم حافظ. محمد فوزي كان عنده مزيكا مختلفه برضو بحبه قوي. رشدي اباظه. اوكي انا اكيد مش هقول رشدي اباظه. هو ايه الكراش بتاعك او بتاعك؟ سعاد حسني طبعا. سعاد حسني طبعا اكيد. هو رشدي اباظه. بفضل نايم على السرير ما بقومش لحد ما بفوق وبعد كده بتحرك. للاسف ببص على التليفون يعني للاسف. انا كمان. قلقه جدا على طول. الناس ما تعرفوش كل الناس عارفه. كل الناس عارفه قلقانه يعني الناس بتتفرج عليكي حتى لو انت بصمت لها بالعشرة. انه الموضوع ده كده بتاخد وقت وساعات ممكن ما تقتنعش الى ان يثبت العكس. بتشيل الهم يعني. فروج ما يعجبكش؟ حلو فروج ولا ما عنديش اي فكره. طب ايه بجد اسمه ده اللي عليه حماده؟ اكيد يا جماعه. أيوة حماده معروفه يعني. محمد فروج يا جماعه. فاهم قصدي؟ حاجه كده. اصلا مش عارفه بجد. بجد ممكن تبقى بجد. فاهم قصدي؟ ممكن فاهم قصدي. بتقول حاجه كده عارف انت الحاجات اللي في نص الكلام دي. بحب الحاجات اللي فيها مشاعر انسانيه يعني اكتر حاجه يعني. الدراما الاجتماعيه اللي هي بتبقى مهتميه قوي بهموم البني ادم بمشاكله انا بصراحه بحب الهوميسايدز قوي بقى. الحاجات اللي فيها قتل بقى وبالذات لو بالذات القصص الحقيقيه يعني اكيد. طبعا بنحب نتفرج على النوعيه دي. هو في خضات وفي دراما يعني العلاقات طبعا علاقات مختلفه انسانيه وفي الاحداث المثيره وفي الدراما. ف طبيعي لازم تكون مثيره للمشاهد انه يعني بتخليه بتشده يعني. فكر يعني.
تفكر كتير، دماغك شغاله طول ما انت بتتفرج، زائد انك مستمتع، يشدك من اول لحظه فهتستمتع وانت بتتفرج عليه. مختلف. طب انا عايز اقول لكم ان احنا قبل بقى ما نخلص اللقاء ده لازم نشجع ناس عشان يتفرجوا على الغرفه 207، مش كده ولا ايه؟ طب يلا يلا، حد فينا يلا شجعيهم، لازم نشجعهم لازم يتفرجوا علينا. شوفونا في الغرفه 207 على شاهد في اي بي. احصل على عرض بدل الشهر 3 عند اشتراكك بشاهد.